مرحبا مواليد برج الميزان، كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين واحد للأحد 7 تموز يوليو؟ هذا أسبوع كتير مهم، أنتو تحت الأضواء بهذا الأسبوع. حكي أنا طبعا عن تأثيرات الشمس من برج السرطان، يلي باقي برج السرطان حتى تاريخ 22، تأثيراتها كتير مهم، وحكي عن نوعيتها وتأثير عليكم ببرجكم الشهري. بتلاقوا الرابط أو بعلبة الوصف. كيف بده يكون هذا الأسبوع؟ التنين واحد، الثلاثة اثنين، القمر ببرج الثور، يعني في عنا نوع من ضرورة عند مواليد برج الميزان يكونوا جاهزين، يكونوا حاضرين، يكونوا منتبهين على كل شيء عم بيصير عندهم، بمعنى أنه أوراقكم، ظهراتكم، روحاتكم، موجواتكم، امتحاناتكم، كله بكون تتأكدوا منه، مش لأنه في سهو أو شيء، لا، لكن حلو الدقة في هذين اليومين. وما تنسوا أنه أنتوا تحت الأضواء بسبب تأثيرات الشمس من برج السرطان. إذا فترة مهمة منا سلبية، لكن حلوة الدقة بعملكم، معاملة معينة، ورقة معينة، بدكم شيء من حدا، اتصال من حدا، بكونوا دقيقين. ورح تكمل أمولكم بشكل جيد التنين المساء، عفوا ثلاثة المساء، القمر بيروح لبرج الجوزاء 7 المساء توقيت بيروت الصيفي، الأربعاء القمر برج الجوزاء، والخميس أيضا القمر برج الجوزاء حتى منتصف ليل بيروت. طبعا فترة وجود القمر في برج الجوزاء هي الفترة القوية الحلوة الرائعة يلي رح تدعم موالي برج الميزان من أعلى السطح، تصوروا، لأنه المثلث الموجود بين القمر وبرجكم هائل، مميز جدا، مدهش بقوته ودعمه لألكم. وفي عنا مين؟ في عنا ايضا برج الجوزاء، عنا المشتري، صار في عندكم كوكبين رائعين عم بمدوا موالي برج الميزان بهاله من النجاحات. وعنا ايضا بلوتو موجود ببرج هوائي يلي هو برج الدلو، لذلك كملت معكم الحفله، كملت الفرحه، كملت، فبتمنى تكمل معكم الفرحه وتحتفلوا باجمل ايامكم واجمل احتفالاتكم. الخميس منتصف الليل قمر بيروح لبرج السرطان، الجمعة القمر برج السرطان، السبت القمر برج السرطان، منتصف جمعة سبت، ليل سبت، في عنا قمر جديد برج السرطان. هذه فترة كتير مهمة، قمر جديد برج السرطان عم بيقلكم انه حان الوقت لحتى تبدأوا شيء جديد، في شيء جديد بحياتكم مفروض يتم، لازم يكون في عندكم قصص جديدة، لازم يكون في عندكم، مش انه يلا بدنا نغير حياتنا، لا، حلو التطور بالحياة، بتشيلوا شيء مش ماشي، معرقل حياتكم، ما عم بفيكم كتير، مثلا انتو تنقولوا بالجيم صلكن سنة ما انتفعتوا من شيء، وعم بتفكروا وعارفين انه في مطرح افضل، فهي حلو الواحد يجرب، حابين تتعلموا شيء جديد، حابين مثلا يوما ما تسافروا لبلد معين مثلا، حلو مثلا تتعلموا لغة بهالوقت، يعني اشياء مفيدة شوي، بتعرفوا انه مضيعة الوقت، الوقت صار عم يمرق بسرعة، فمضيعة الوقت ابدا ما لازم تكون موجودة، لأنه القمر موجود ببرج الأسد، هيدا معناتها في احتمال انه يكون في عندكم نوع من فرح، نوع من تقدم لإلكم، نوع من هذا يوم الأحد، نوع من دعم لإلكم، نوع من رغبة جديدة عندكم، يكون في حتى نوع من الصداقات والمعارف مختلفة كليا. أسبوع مميز جدا. القمر الجديد من برج السرطان يدفع مواليد برج الميزان إلى اختيار عمل جديد، فرصة جديدة، يمكن تغيير بمكان العمل، نوع العمل، فبدكم تنتبهوا الجمعة والسبت هي فرصة ثمينة جدا لمواليد برج الميزان لحتى يغيروا بحياتهم ويدخلوا حياتهم شيء جديد. اوكي، بترجعوا الأحد بترتاحوا شوي من الضغوط، بتفرحوا وبتدخلوا باهتمامات جديدة، مثل ما قلت لكم، كنت عم بقول لكم إنه حياة جديدة، نشيطة، اجتماعية، يعني كل هذه الأمور كنت عم بحكي عنها. المواليد الأكثر حظا من برج الميزان، 1 و2 أكتوبر، هي تأثيرات من المشتري، أيضا عندنا 24 سبتمبر هيدي من بلوتو. تابعوني مع الأبراج اليومية والأسبوعية للمزيد من التفاصيل. باي باي.